ما شاء الله، انا وش الثوره كان حلو عليا قوي. عندي شغل كتير السنه دي، يعني عملت 3 افلام اللي هم بارتيتا وشارع الهرم وريكلام، وحاليا بحضر لفيلم جديد. وفي التلفزيون تقدم لي يا صديقي وتقدم لي احنا الطلبه، وعندي مسلسل صعيدي. عندي كتير على اجندتي السنه دي، يعني حافله 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 بالافراح.